في إطار المتابعة المستمرة لأحدث الترددات على الأقمار الصناعية 2021، أقدم لكم اليوم تردد قناة وناسا على القمر أنايسات وعربسات، التي تعتبر واحدة من أهم قنوات الأغاني والطرب والتي كثر البحث عنها مؤخراً. فتابعوا الفيديو إلى النهاية للتعرف على الترددات الجديدة للقناة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعين الأوفياء، كل مشاهدي ومحبي قناتي بفريكونسيز، تحية كبيرة جدا جدا مني إليكم، شرفتوني ونورتوني بحضوركم معي، وشكرا لكل من ترك لنا كلام جميل أو بصمة جميلة في القناة. والقناة بكم وبدعمكم أنتم فقط تستمر، وأنت من تشاهدني إن كنت متابعا جديدا أول مرة تشوف القناة مرحبا بك، وشكرا لاختيارك مشاهدة قناة تي في فريكونسيز. سنسعد باشتراكك في القناة وإعجابك بالفيديو ومشاركته وتعليقك عليه. إذن كما قلنا في مقدمة هذا الفيديو، موضوع اليوم عن تردد قناة وناسا التي تقدم مجموعة من أفضل مطربي الخليج والوطني العربي الذين يتميزون بأصواتهم الرائعة الممتعة. لذلك يبحث عشاق الطرب الأصيل والذوق الرفيع على تردد قناة وناسا، وسأقدم لكم تردد قناة وناسا على نايلسات وعربسات. قبل ذلك أدعوك فضلا منك وليس أمر مشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب وعلى صفحات فيسبوك ليصل إلى أكبر عدد من الناس، وشكرا لدعمكم لي مسبقا. إذن فيما يلي، أولا ترددات القناة على عربسات، ولها ترددين. التردد الأول 11.72، معدل ترميز 27500، الاستقطاب عمودي V حزمة شرقية. التردد الثاني 12.284، معدل ترميز 27500 دائما، الاستقطاب عمودي V حزمة شمال غرب إفريقيا. ثانيا تردد القناة على النايلسات، التردد 11.559، معدل ترميز 27500، الاستقطاب عمودي V. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم أحبائي المشاهدين. لا تنسوا قبل مغادرة الفيديو الإعجاب به والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم أوفياء، إلى اللقاء.